ندير هذا العرض هذا هو ليكم انا حسبته كعرس هو ليكم يعني عرس ديالنا كاملين تقبلوا علينا ونقبلوا عليكم بطبيعه الحال ونتمنى انكم ندوزوا جميعا واحد الوقت اللي هو يكون زوين واحد الوقت اخوي والهدف كان اننا ندوزوا واحد اللمه مغربيه ان شاء الله بحول الله ومرحبا بكم الف مرحبا وهذا الشيء ديالنا كاملين هذا الحفل هذا راه حنا درناه كاملين وكنشكر الجميع اللي ساهم في هذا اللي ساهم لانجاح هذا الحفل هذا ونتمنى انكم تستمتعوا وشكرا للحضور شكرا شكرا جزيلا محمد وعلى سماتنا عليه وصحبه الكرام جينا الله قصدين نمشيو على القدم وانتوما يا اهل الوفا الجود والكرم الله 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 يا مولانا الله شوف العزاء الله 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 يا ربي خذ بيدي الله 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 أسيدي يا ربي تقول لي أو عبدك لا تخيبوا يا ربي وهضني الحل يا ربي وتقول لي ونيس صلى عليك يا زين العمامة يا عريس القيامة صلى عليك أمن هو واحد أزين العمامة أمن هو موتنين يا زين العمامة ما حبا لله العاشقين برسول أقوم قوموا تمدحوا لله Oh,
كامل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنشكر فرقة سيونس من الريوش اللي جاوا شرفونا وساندونا في هذا الحفل هذا. وشكرا مرة أخرى للحضور الكريم لجميع الأصدقاء والأحباب والعائلة ديالي راهم هنايا. شكرا جزيلا. شي حار وحار. أنا بغيت نعرف غير هذا الراجل واش باقي كيتمشى. ها أنت كتشوف. صافي ديروا ليه السواك. شوف. والله إلا ديروا لي شي كروسة كتمشي بالقدام. عفا. يمكن لك تفضل تخرج. خليوني غير أنا والطبيب. يدير فيا باش كتحس؟ كنحس بالحقرة. ها؟ شتي اش كدير؟ وشرفي مشى عباد الله! وعباد الله الشجرفي! وشرفي مشى! ومشى شرفي! مشى شرفي! وفي الاخر كتولي بحال شي حامضة ما لايقة لوالو. بريمي! لا سوبريمي! واللي بحال شي تخربيقه 36 عام 36 عام وانا مكرفص 36 عام جات ليا من حياتي. النهار الاول شديت التقاعد قالت لي المراه خصك تتقدى مزيان. ها هو ولا يتسخر. رضعيها المراه رضعيها احسن ليك. قالت لي المرا خصك تمشي تتقدى. ايوا قلت لها اش خصك؟ قالت لي خصني مطيشه. لا فيها باس. مشيت نتقدى مطيشه. ايوا فيها باس. انا عاديني بديك مطيشه قدك. ايه لقيت واحد شي بزيقه قدك. ايه هذيك السوري. سوري سوري يمك دابا راس خيورة هذيك. لقيت هذاك مطيشه كيدير. شكرا هاولي يا فاطمة خليتي غرلانة بوحدو. هاولي. شكرا فاطمة للحضور. أنعطيو كلمة لفاطمة. شكرا. مساء الخير. شكرا لكم على الله يكبر بيك الله يكبر بيك. شكرا لكم على الحضور وحنا دائما كنكونوا جد مسرورين اننا نجيو نتقابلوا مع الجاليه المغربيه يعني في اوروبا كلها. يعني الفرقه كانت قبل من اسبانيا كانوا في المانيا كانوا في هولندا وكانوا في اسبانيا وعاودوا رجعوا لانه كان الاقبال المره اللي فاتت في برشلونه يعني اقبال كبير على العرض وعاودوا رجعوا باش يتلاقاو معكم اليوم دائما في اطار الاحتفالات بعيد المسيره وعيد الاستقلال. يا ربي تخلينا دائما مجموعين ويا ربي تحفظ بلادنا وتحفظكم حتى انتم يا وارفع علينا هذا الوباء يا ربي. اولا كنبغي نشكر الفنانه ديالنا عمالقه الشاشه المغربيه اللي هما تقبلوا يعطيونا العبانه برشلونه. وجات الفكره صراحه انا ديجا كنت شفت هذا العرض عليا شفت هذا العرض هذا وعجبني بزاف وضحكت وما بغيتش نكون اناني ضحك غير بوحديتي لهذا توصل لهم العرض باش يحققوا معايا خوتي وخواتاتي المغاربه كاملين. كنشكرهم تلبية الدعوة لهنا لأنهم يعطيونا هذا العرض هذا ويضحكونا وتكون هذه اللمة هذه مغربية. كنبغي نشكر أولا الزوجة ديالي المساندة ديالي والأبناء ديالي والأصدقاء سي سفيان المرزوقي اللي جا عندنا من مدريد تاهو كيساندنا سي حسن البعلاني الأصدقاء جميعا كل واحد باسمه. وايضا كنبغي نشكر الناس كنظن انكم جميعا اتصلتوا بيا وكتشجعوني وكتقولوا لي هذا الشيء عجبكم. هذا شرف كبير لي انني قدرت ندير واحد 0.00% وقدرت انني نجيب لكم واحد طرف من المغرب
باش يكون معاكم وباش وشكرا لكم جميعا جميعا جد فرحان وان شاء الله شكرا. السلام عليكم، مساء الخير. قدمنا مسرحية كل واحد وهمه في إطار مناسبة ديال المسيرة الاحتفالات بالمسيرة الخضراء وعيد الاستقلال، فكنا جد مسرورين أننا قدمنا هذا العرض هذا للجالية المغربية ببرشلونة، فهذه ماشي أول مرة، هذه يعني كنجيو مرات عديدة، فكان سبق لينا جيني واحد الشهر دابا قبل، والحمد لله العرض لقى استحسان الجمهور ديال الجالية المغربية ببرشلونة، وتلقينا دعوة من عند الأخ عادل باش نقدموا هاد العروض هادو هنايا الجالية المغربية، فمن خلالكم كنوجه ليه الشكر وكنقول ليه برافو عليك تبارك الله عليك، يعني أول تجربة ليه في التنظيم، يعني الحمد لله وفق الله فيها. من خلال القناة ديالكم كنوجه لكم الشكر الخاص نتوما، لأن كان عندكم واحد يعني تنتوما كان عندكم واحد اون غونط بارتي في النجاح ديال هاد العرس المسرحي هذا، فشكرا لكم جزيلا وشكرا لكاع الناس اللي تساعدوا مع يعني اشتغلوا مع عادي، فمرة اخرى كنشكركم وكنشكر الجالية المغربية ببرشلونة وبجميع انحاء العالم، وان شاء الله غادي يكون عندنا مستقبلا عروض في مدريد في فالنسيا في طراغونا، ان شاء الله غادي يكونوا مجموعة ديال العروض، وكان غادي نتلاقاو بكم مره اخرى ان شاء الله. الجاليه فرحانه بزاف كتستقبل نجوم كبار. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يكبر بكم. شكرا ميرسي. السهره واش لقيتوا داك الحضور اللي كنتوا باغيين، وكيفاش كان التفاعل ديال الجاليه معكم في برشلونة؟ واولا حنا جيت سعداء بالحضور ديالنا هنا في برشلونة باش نعانق الجاليه المغربيه ديالنا ونفرحوهم بهذا العرض المسرحي الفكاهي كما شفتوا، الناس كانوا ناشطين فرحانين عجبهم الحال، نتمنوا اننا نعيد هذا العرض هذا في فرص اخرى قادمه، ونتمنوا القاعه انها تكون مملوءه عن اخرها، ونتمنوا اننا نقدموا العرض نقدموا يعني واحد مثلا الجمعه والسبت وحد باش تقريبا كاع الجاليه اللي كاينه في برشلونة تشوف العرض، ومازال ان شاء الله حنا غادي نبروغراميو مع الاخ عادل غنبروغراميو عروض اخرى في فالنسيا وفي عده مدن هنا في اسبانيا ان شاء الله. مرحبا بكم، والناس مدريد كذلك كينتظروكم. وغادي غنمشيو لمدريد وغنمشيو سميتو في المكان غادي نمشيو، لان من بعد هذه الجائحه هذه الجمهور خصوصا ديال الجاليه اشتاق لنا وحنا اشتاقينا ليه، ونتمنوا ان شاء الله غادي نعاود نقدموا هذا العرض هذا في مدن اخرى في اسبانيا، وغادي نقدموا اي عرض كان عندنا جديد من بعد الجوله في المغرب غادي نجيو لاسبانيا وغادي نقدموا العروض في اكبر المدن الاسبانيه. اولا شكرا على هذا اللقاء الجميل، وشكرا لقناه المهاجر، فاحنا جد سعداء بهذا اللقاء الجميل، وحنا دائما كنحرصوا على المساله هذه كفنانين في المغرب الحبيب ديالنا، دائما كنفكروا انه عندنا ناس عندنا جمهور ديالنا اللي في يعني في عده مناطق في العالم، وديما كنفكروا اننا لما لا اننا نسافروا بالثقافه ديالنا بالمسرح ديالنا يعني بالهويه ديالنا للناس في الخارج يعرفوا حتى هما الفن المغربي فين وصل، فدائما كنحرصوا على هذه القضيه، وحنا قمنا بهذا المر ما تلقوا لنا من مر هذه الجائحه اننا فكرنا نديروا عده جولات في اوروبا، وحنا الان في برشلونة هذا العرض اللي قدمناه في هذه المنطقه ديال الكاتالونيا، فحنا جد سعداء بهذا الجمهور الرائع اللي جا للمسرح، فاكيد اننا غنعاود نرجعوا، وكنتمنى من الله يا ربي يرفع عنا الجائحه، فالان يعني كنا محصورين واحد الوقت، فلما يعني فكروا اننا نقوموا بالعروض ديالنا فكرنا في الجاليه هي الاولى، الان غنرجعوا نديروا الجوله ديالنا في المغرب، ونتمنى يرفع عنا ربي هذا الولاء هذا البلاء هذا، ونعاود نرجعوا نتلاقوا مع الجاليه ديالنا. كنتمنى انه هذا الشيء هو ما سالاش، هذا الوباء باقي حاضر معنا، هذا الوباء باقي، فكنتمنى من المسؤولين كاملين، كنتمنى من جميع
المغاربه انهم ياخذوا الاحتياطات ديالهم، وحنا ما بغيناش نعاودوا يعني نطيحوا في نفس المشكل اللي طحنا فيه السنه اللي فاتت. فكنتمنى ان الناس تاخذ الاحتياطات ديالها، والواحد يدير اللازم ديالو باش يبعد من هذه الجائحه ويبعد من هذا المرض الخبيث. شكرا لكم. تحيه كبيره لقناه المهاجر اولا على الحضور ديالها وعلى دعم الشباب، اللي بصراحه هذا العرض المسرحي كان من تنظيم شاب مهاجر اللي خلاله انه يعطي واحد الوجه مشرف للشاب المغربي في المهجر بالتمكن ديالو في هذا التنظيم الرائع بهذا الحضور الجماهيري اللي كان موجود وبالعرض المسرحي الرائع كذلك. مايكم تحية نضالية، مرحبا بقناة المهاجر بمدينة برشلونة. تحية شكر وتقدير الأخ سفيان المرزوقي دائما الدعم ديالو للقضايا العادلة المهاجر بصفة عامة، كنشكروه من هذا المنبر هذا، وكنشكروا الأخ عادل على هذا الحفل الرائع، والحضور الحمد لله كان في المستوى، وحتى الفنانة اللي شرفونا من المغرب تهما لهم جزيل الشكر. السلام عليكم الإخوان والأخوات، كنشكر بزاف قناة المهاجر اللي تحت لنا يعني هذه الفرصة هذه باش نعطيو الصوت ديالنا ونعبروا على يعني نعبروا على الفرحة ديالنا من خلال هذا الحفل هذا اللي حضرنا ليه اليوم، وكان حفل رائع في المستوى، وكنشكروا الفنانين اللي جاونا يعني لمدينه برشلونه يعني وشرفونا ويعني ومتعونا بهذا العرض المسرحي الرائع جدا جدا. شكرا عليكم على هادشي كله اللي درتو. انا بغيت نشكر عليكم على كل شيء ديال المغرب، الناس ديال المغرب. السلام عليكم، اليوم جينا حضرنا واحد العرض مسرحي هائل، كان الحضور كان بكثافه، جاوا الناس من جميع المدن تقريبا ديال الضواحي والنواحي، برشلونه، فالنسيا، مدريد حتى هو وايضا. Thank you.